ما إن تسير في شوارع العاصمة بغداد حتى يلفت نظرك مبنى لمستشفى قيد الإنشاء مضى على بدء العمل فيه سنوات من دون أن ينجز. وزارة التخطيط أرجعت التلكؤ في مشاريع المستشفيات إلى ثلاثة أسباب، منها ما يتعلق بخلل في العقود المبرمة بين الجهة المنفذة والجهة المستفيدة، وبعضها يعود إلى قرارات سابقة اتخذت عام 2015 بضمنها إنهاء المشاريع لعدم وجود تخصيصات مالية. أما الثالثة فهي أسباب فنية معطلة للعمل. الوزارة كشفت أيضاً عن حل مشاكل 35 مستشفى متلكئ من أصل 52، واستؤنف العمل في بعضها من قبل شركات تركية وأسترالية في كربلاء والنجف وبابل والمثنى والبصرة، حتى أن بعضها وصل إلى مراحل إنجاز بحدود 95% وأخرى وصلت إلى مرحلة تشغيل على يد وزارة الصحة. وفضلاً عن تدمير المستشفيات في المدن المحررة جراء الاعتداءات الإرهابية والعمليات العسكرية، فإن سنوات طويلة من التلكؤ والإهمال منعت مشاريع عديدة لمستشفيات في مختلف مدن البلاد من أن ترى النور، رغم صرف مبالغ طائلة على المشاريع خلال تعاقب الحكومات، الأمر الذي أرجعه مراقبون إلى آفة الفساد وغياب الرقابة.